ازيكم؟ يعني بداية سنة جديدة وبداية سنة مهمة، يا رب نبقى مستعدين نفسيا كده. السنة دي يعني احنا لسه في أولها أهو، ممكن تبقى سنة غلسة قوي وممكن تبقى سنة كويسة جدا ولطيفة ومنظمة ونعرف ننجز فيها، وبالتالي تبقى سنة حلوة وتطلع معانا أو تسيب فينا أثر حلو مش وحش. الموضوع كله في إيدينا احنا، في اختيارنا احنا، وخصوصا من الاول. ببساطه، عايز تخلي السنه كويسه وعايز تخلي السنه كويسه ما تبقاش ستريسفول وما تبقاش مجهده وما تبقاش وحشه وتجيب لنا تعب ومرض وقرف، نظم وقتك. يعني تنظيم الوقت في السنه دي والالتزام بالوقت بتاعنا اللي متنظم هو اهم حاجه، وهو اسهل سكه تمشينا السنه دي اللي هي سنه متعبه بطريقه سهله وتخليها فروتفول او مفيده او مثمره. انظم وقتي، يعني انا هشوف انا ورايا كم قد كده خلال السنه ومواد قد كده وكل ماده عايزه كذا وكذا وكذا، فهقسم وقتي بحيث ان هو يناسب كل المواد دي ويغطي كل المواد دي من غير ما مواد تتظلم ومن غير ما مواد تيجي على مواد تاني ومن غير ما يسبب لي انا برضو ستريس عصبي ونفسي كتير، علشان ده هيأثر على إن أنا أدي وهيأثر على الإنتاجية بتاعتي مع الوقت. الموضوع مش صعب إن أنا أنظم ومش صعب إن أنا أعمل كده، يعني الوقت لو هتبص له فعلا بشكل كويس هتلاقيه هيكفي معاك كل اللي أنت عايز تعمله، بلس وقت كافي للراحة، وقت كافي للمكافأة اللي هو بعد ما ببقى تعبت وذاكرت وعملت. بس هو برضه عايز تقسيم، محدش يهمل فكرة إن أنا أخد راحة بعد المذاكرة، محدش يبقى ماشي بفكرة لا السنة دي أنا مفيش نوم، السنة دي مفيش لعب، السنة دي مفيش تضيع أي وقت خالص. تالتة ثانوي أوكي أنت التزم وشد حيلك واتعب أكتر من السنين التانية، بس ما تشيلش حتة الراحة وما تشيلش حتة المكافأة، لأن هي دي اللي هتساعدك تكمل، هي دي اللي هتدفعك كل يوم وتزقك تكمل اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده. لو شلتها يوم ورا التاني ورا التالت طاقتك هتخلص، وممكن لا قدر الله ما تبقاش قادر تدي تاني فتفصل خالص، دي ساعتها تبقى مشكلة. فأنتوا هنقسم وقتنا وهنشتغل وهنعمل كتير طول اليوم وهناخد برضه فترة راحة حلوة وهنعمل برضه حاجات بنحبها كل أسبوع مثلاً، بحيث ان احنا دايما طول الاسبوع عينينا على الحاجه الحلوه اللي هتيجي في الاخر. ده انا في اخر الاسبوع خارج، ده انا في اخر الاسبوع هحضر فيلم، ده انا في اخر الاسبوع ما اعرفش هعمل ايه. ده هيدفعك شويه طول الاسبوع انك تتعب، في نفس الوقت هيبقى فاصل تيجي في بدايه الاسبوع الجاي عندك حبه نشاط كويسه لحد ما تخليك تمشي الاسبوع اللي بعده وهكذا. احنا يا جماعه حصتنا بتتسجل وبتترفع بعد ما تاني يوم كده على يوتيوب، وما بتشتغلش غير على الاكونت بتاعك وبتاعك بس، بتبعتي لي الايميل بتاع اليوتيوب بتاع الاكونت وانا بحط لك الفيديو يشتغل عندك انت بس. فكل واحد فيكم بعد حصتنا يبقى يبعت لي الايميل اللي هو على موبايله اللي بيفتح منه يوتيوب، اللي التسجيل ده علشان لو حد النت قطع عنده، الحصة حصل فيها ظروف وما قدرش يحضر واستأذن انه ما يحضرش يعني وهكذا. النظام بتاعنا ان احنا هيبقى حصتنا لايف، الحضور فيها لازم اجباري، واللي عنده ظروف لازم يستأذن مني علشان خاطر هما غياب من غير اذن مرة التانية بتلاقيني بقول لك انا اسف انت مش هتكمل معايا علشان خاطر ده عدم التزام، تمام؟ وده طبعا لمصلحتك ومصلحتك، ان الموضوع اللي بيبقى فيه التزام هو اللي هيبقى مفيد ليكم افتر اول، اللي ما فيهوش التزام هتهمله ومش هتطلع منه بفايده. فالحضور ضروري ولو في ظرف تبلغني بيه. دي حاجه. هيبقى فيه واجب لينا كل حصه، بعد اخر حصه بنحدد واجب، الواجب ده بيتحل ايا كان، لو هو في ملخص في PDF في اي حاجه، وبيتصور بعد ما بيتحل وبيتبعت لي على تليجرام عندي انا شخصيا مش في الجروب، بيتبعت لي PDF بتاع الحل. يعني بعد ما بنصور الحل بتاعنا بنعمله PDF كده صغير وبنبعته،
لو في حد ما بيعرفش يعمل بي دي اف او كده، هبقى ابعت لكم فيديو طريقة عمل البي دي اف ازاي بكل بساطة. فدي حاجة برضو أكيدة. وموضوع البعت بتاع الواجب أو إن الواجب يجي كل حصة زيه زي الغياب، مفيش منه عذر، اتفقنا؟ إن شاء الله مش هنعوز عذر يعني، إحنا لسه بادئين أهو، واتفقنا إن إحنا هنشتغل جد، فمش عايزين نخسع. طبعا أنتوا كبار مش محتاجين حد كل شوية يقرص على ودانكم يعني يقول كلام بايخ، أنا عايز ناس كبيرة معايا عارفة مصلحتها وناس ملتزمة معايا. هيسهل عليا أوي أنا، وهيسهل عليكم أنتوا برضه، ومش هتكرهوني، هنفضل حلوين مع بعض، علشان خاطر يعني أنا بسيب الزن والشد ده للعيال الصغيرة، أنتوا كده وأنتوا كبار وأنتوا عارفين مصلحتكم كويس. البرايفت منفصل تماما عن شرح اليوتيوب. يا زياد، احنا هنشرح هنا في الحصه بتاعتنا، هنشرح كل حاجه تاني. يعني مش هطلب منكم حاجه على اليوتيوب الا لو في فيديو مفيد بتاع لانجويج نوتس مثلا، بتاع حاجه زي كده، ما اعرفش الكاميرا بتلوس فوكس كل شويه. المهم، فهتلاقي ان البرايفت شامل كل حاجه تقريبا، هيبقى كافي لوحده يعني. حد منكم عايز يقول لي على حاجة؟ ممكن نفتح المايك ونتكلم لو كده. عايزكم تاخدوا على الدنيا شوية. الحصة تمام، بتاعتنا، سوري يا مريم، الحصة بتاعتنا يا ريت نبقى قاعدين في مكان هادي وعندنا قابلية إن إحنا نفتح المايك في أي وقت، ولأن أنا طول ما أنا شغال تلاقيني بنادي عليك وبنادي عليكي وبسأل، فنقدر نفتح المايك ونتكلم. بلاش الناس اللي بتبقى فاتحة الحصة وهي قدام التلفزيون، ولا وسط 20,000 بني آدم، ولا نايمين على السرير، الجو ده مش هينفع، عشان يعني كل شوية هتلاقي فيه سؤال، كل شوية هتلاقي فيه كلام معايا. اتفضلي يا مريم، معلش. هو احنا هنستخدم كتاب ايه، او ايه الكتاب الافضل اللي احنا نستخدمه؟ طيب، انتوا منهجكم السنة دي اتغير، فلسه الكتب الجديدة والمنهج الجديد لسه ما نزلش. اللي احنا هنعمله من بدايه الحصه دي ان احنا هنشتغل مثلا سكيلز وتاسيس للثالثه ثانوي، اللي الحاجات اللي احنا هناخدها دي حاجات اكيد احنا هنحتاجها. السكيلز دي اللي هي الاسئله زي القطعه، واسئله زي الترجمه، واسئله زي ما اعرفش ايه، الحاجات دي بتيجي بطريقه معينه في ثالثه ثانوي في النظام الجديد، فده اللي احنا هنتدرب عليه الفتره دي لحد المنهج ما ينزل. لو خلصناهم والمنهج كان لسه ما نزلش، هناخد اساسيات الازمنه او القواعد الاساسيه اللي هي اكيد هتبقى موجوده في منهجكم، ولو مش موجوده هتلاقيك انت مطالب بيها كده كده، فهنراجعها وهنظبطها كويس. طيب، النهارده زي ما لسه قايل هبتدي بالسكيلز، هخليكم تجيبوا كتاب جيم بتاع السكيلز اللي هو نزل مهارات، اسمه ذا ماستر كورس تقريبا. ده كتاب للمهارات منفصل كده، وده موجود في المكتبات دلوقتي، فده اللي احنا هنجيبه، هنحل منه الواجب وهنذاكر منه. لما ينزل المنهج ولما تنزل الملخصات هحاول اطلع عليهم واقرر كتاب معين واقول لكم عليه، بس ما تقلقوش لسه الكتب ما نزلتش، فاحنا كده كده مش هنعرف نشتري حاجة دلوقتي. أنا هقفل كاميرتي وهفتح السكرين اللي أنا بشرح عليها عشان يبقى الشرح واضح بالنسبة لكم. النظام بتاع السكيلز اتغير السنة دي، اللي منكم ليه حد كان في ثالثة ثانوي أو متابع كان هيعرف النظام الجديد اللي اتغير بقى عامل إزاي. السكيلز بقى كله اختياري زي كل حاجة في الامتحان، كل الامتحان بقى اختياري، فما فيش مثلا قطعة ترجمة أو جملتين ترجمة وأنت تترجمهم من إنجليزي العربي أو من عربي لإنجليزي. أمال ليه؟ بقى في دلوقتي إن هو يجيب لك سؤال، قطعة جملة ترجمة يكتبها لك مثلا إن إنجلش، ويديك 4 اختيارات ليها بالعربي تراجم، واللي عليك إنك تختار الترجمة السليمة للسؤال اللي هو كاتبه، وكذلك برضه من عربي لإنجليزي نفس الفكرة. طب يا مستر، دي حاجة سهلة صح؟ لا، هو ما بيجيبش بقى كلمات مختلفة وجمل مختلفة تماما، لا، بتلاقي ال4 جمل تقريبا زي بعض بالظبط، مع اختلاف حاجة أو حاجتين، ودي بتبقى أصعب ودرجتها بتضيع بسهولة أكتر من إن أنا أترجم الجملة بإيدي،
لان ترجمه الجمله بايدي في حاجات كتير انا هكتبها هاخد عليها درجه، لكن دي لو اخترت الاجابه اللي مش سليمه 100% الدرجه كلها ضاعت. فافضل طريقه هتخلينا نضمن او نعرف نحل سؤال الترجمه ده على سبيل المثال ان احنا نذاكر كويس تركيب الجمل ونعرف كويس التكات الصغيره زي استخدام الآ والآن والذا، مكان الصفة والحاجات دي. مفيش حد منكم بدأ معايا في كورس التأسيس اللي عملته من أسبوعين ثلاثة ده كان هو مركز فيه على الترجمة وكل الشغل ده، بس مش مشكلة هبقى أشتغلهم معاكم. طيب ده بالنسبة للترجمة. برضو كان زمان عندنا باراجراف بنكتبه أو إيساي بنكتبه، دلوقتي الباراجراف والإيساي بقى اختياري. طب يجي إزاي اختياري؟ بصراحة يعني طريقة سيئة جدا. بقى الشرح اللي احنا كنا بنشرحه كنا نقول مثلا يا جماعة الباراجراف لازم تبتدي بكتابة introduction وبتعمل في النهاية خاتمة أو conclusion. كنا بنشرح الكلام ده علشان تساعدك وانت بتكتب باراجراف عشان تكتبه صح. دلوقتي الأسئلة بقت عبارة عن الشرح اللي احنا كنا بنشرحه نظري هي جاية لك في الأسئلة. يعني يقول لك مثلا الجملة الأولى من الباراجراف اسمها إيه؟ مثلا طبعا دي كان ده سؤال سهل، فتدور مثلا في الاختيارات وتختار introduction. يبقى الشرح اللي احنا كنا بنشرحه نظري عشان انت تعرف تكتب بقى هو دلوقتي موضع الأسئلة. وطبعا الكلام كله in English، فاحنا محتاجين نذاكر الكلام ده ونذاكر المصطلحات كويس. الكلام ده زي في الباراجراف وفي الاسي وفي الايميل كلهم بنفس الوضع ده. طيب ايه كمان زاد عليكم بقى حاجة تاني اللي هي البانكتيويشن. البانكتيويشن او علامات الترقيم دي انتوا ما كنتوش بتدرسوها قوي وما كنتوش تهتموا بيها، يعني كانت المفروض تتكتب او تتراعى وانتوا بتكتبوا باراجرافات وكده، بس اغلبكم كان بيطنشها. دلوقتي بقيت برضه بنفس النظام تدرس نظريا، يعني تدرس القواعد بتاعة البنكتيويشن نظريا، امتى استعمل نقطة وامتى استعمل فاصلة وامتى استعمل سيمي كولون، ويجي يسألك يقول لك مثلا الجملة دي المفروض أكمل أو أحط في الحتة الفاضية دي إيه؟ تروح تقول له كومة مثلا. طيب السيمي كولون بستعمله في إيه؟ ويديك اختيارات من الاستخدامات وتختار الاستخدام المناسب. واخدين بالكم؟ في الموضوع نظري. هو ده اللي احنا هنبتدي نشرح فيه من الحصه بتاعتنا دي اللي هو جزء السكيلز ده. وعلشان عندنا وقت لسه قبل المنهج، وعلشان يبقى عندنا فرصه طول السنه ان احنا نحل كتير على الحاجات دي ونتدرب كتير. هما في الاول هيبانوا ان هما تقال وصعبين، بس حبه حبه مع التكرار هتلاقوا نفسكم حفظتوهم وبقيوا تمام التمام. طيب يا جماعة أنا النهاردة هشرح معاكم الباراجراف والإيساي والإيميل، هشرح لكم بالطريقة اللي أنا لسه قايلها وبالنظام الجديد وإزاي هيجي عليها الأسئلة. والمرة اللي جاية إن شاء الله هناخد مع بعض البانكتيويشن بكل تفاصيلها. ماشي. الأول بالنسبة للباراجراف، إحنا عارفين الباراجراف شكله إزاي. الباراجراف هي قطعة واحدة من مجموعة جمل مش قطع. يبقى الباراجراف تعبيره هو أو تعريفه هو مجموعة من الجمل. والموضوع ده أو الباراجراف ده بيتكلم عن one topic، موضوع واحد بس. لأن من خصائص الباراجراف هناخدها بعد شوية إنها تبقى موضوع موحد أو حاجة واحدة، ما ينفعش في نفس الباراجراف أتكلم عن مواضيع بعيدة عن بعض. طيب يبقى أول حاجة هو series of sentences، ونركز في الكلمات اللي بالإنجلش. طبعا الكلام ده مشروح ومكتوب وكل حاجة موجودة وفي الكتب وفي المذكرات، ما تشيلوش هم خالص، خليكم بس مركزين معايا في المعنى. هو series of sentences يعني مجموعة من الجمل بتتكلم عن specific subject أو موضوع محدد. الجملة الأولى اللي هي اول سطر في الباراجراف بتاعي كلنا كنا فاكرين واحنا بنتكلم زمان عنه وبنكتب، يقول لك سيب مسافة فاضية حركة كده كلمة مثلا. المسافة الفاضية دي دلوقتي هنتعلم اسمها indent، واسمها مهم. المسافة الفاضية دي اللي في اول سطر اسمها indent.
السطر الأول كله ده لو هنوصفه بصفة هنقول عليه indented. يعني إيه indented؟ اللي هي بإضافة إيدي، معناها إن هو سطر فيه حتة فاضية في البداية، فبيقول لك إن الباراجراف بتاعك بيبتدي بإندنت أو بيبتدي بإندنت بإندنتد لاين، يعني لاين في حتة فاضية. طيب هل ده في كل سطر؟ لا، ده في السطر الأولاني بس. الباراجراف بتاعي كله ما فيش غير واحدة بس من دي. طيب ماشي، الجملة الأولى بقى بتاعتي من الباراجراف يا أولاد، إحنا اتفقنا زمان إنها اسمها introduction، المرة دي هنتعلم اسم معقد شوية. ليه؟ بصوا، هو معقد وسهل في نفس الوقت. احنا مش قلنا ان الباراجراف بيكون عن موضوع واحد او توبيك واحد؟ لذلك الجملة الاولى بتاعتي او في اول جملتين كده في الباراجراف بيكون توبيك سنتنس. يعني ايه توبيك سنتنس؟ يعني عنوان الموضوع. بس طبعا مش بكتب العنوان في نص السطر، لا. زمان فاكرين لو انا هقول لكم مثلا اكتبوا لي عن التلوث مثلا، كنت بتبتدي الموضوع بتاعك وتقول لي جملة عامة عن مين؟ عن التلوث. تروح تقول لي مثلا pollution is a dangerous problem أو is a problem that faces everyone أو every country. حلو كده؟ ده عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن التوبيك سنتنس. التوبيك سنتنس بتintroduce التوبيك بتاعك أو بتعرفني أنت هتتكلم عن إيه النهاردة؟ عرفت منها إنك هتتكلم عن البولوشن، وما بيكونش فيها تفاصيل كتير، بتكون جملة عامة إلى حد ما. تمام؟ دي اسمها التوبيك سنتنس، ودي الجملة رقم واحد في الباراجراف بتاعي. يعني بعد ما بسيب المسافة الفاضية دي ببتدي أكتب التوبيك سنتنس بتاعتي على طول. ماشي. بعد كده، بعد ما بكتب التوبيك سنتنس اللي هي العامة دي، بيبقى عندي حاجة اسمها supporting sentences. يعني إيه supporting sentences؟ فعل support معناه يدعم، لو أنتم مش فاكرينه. فالجمل الداعمة دي عبارة عن جمل بتبقى بحطها علشان توضح الفكرة بتاعتي اللي أنا حطيتها في التوبيك. يعني أنا قلت لكم إن البولوشن مشكلة بتواجه كل الناس، أبدأ بعدها في الجمل الثلاثة مثلا اللي بعدها أروح أديكم معلومة تأكد اللي أنا بقوله ده أو تدعم اللي أنا بقوله ده. طيب الـ supporting sentences دول ممكن يكونوا facts يعني حقائق، ممكن يكونوا examples يعني أمثلة على اللي أنا كنت بقوله، ممكن يكون إيه تاني؟ facts و examples هو حاجة زي أي حاجة تاني، الفكرة إنها بتدعم الفكرة الأصلية بتاعتي. خلاص، خدوا بالكم أنا عندي توبيك وحيد، ما عنديش موضوع تاني، هو التلوث بس اللي أنا هتكلم عنه. هبتدي أحط supporting sentences تدعم الموضوع بتاعي أو تتكلم عن الموضوع بتاعي. بعد ما خلصت ال supporting sentences اللي هم ممكن يبقوا من 3 لـ5 جمل، أحط بعدها الجملة الختامية اللي هي الـ concluding أو الـ closing. سهلة closing دي، و concluding جاية من conclusion sentence، من اسمها كده دي جملة هقفل بيها الـ paragraph بتاعي. طيب يا ترى إيه شرط الجملة دي أو إيه المواصفات بتاعة الجملة دي؟ قال لي بص، في الجملة دي عندك حاجة من الاتنين، لا إما تعمل تلخيص للي أنت كتبته، تعمل summary للي أنت كتبته في الموضوع بتاعك كله، تلخصه في الـ conclusion بسرعة جدا يعني في سطر سطر ونص، لا إما تعمل restatement أو paraphrase يعني إعادة صياغة لمين؟ للـ introduction أو اللي هو topic sentence بتاعتي. ليه؟ لأن أنا مثلا في الجملة الأولى قلت يا جماعة النهاردة هتكلم عن التلوث، والتلوث ده مشكلة خطيرة. جيت في الكونكلوجن رحت قلت لهم to sum up، لكي ألخص كلامي حب أقول إن التلوث ده من أكتر المشاكل أو من أخطر المشاكل اللي بتواجهنا، وكلنا لازم نتحدى أو لازم نعمل على مثلا محاربة التلوث. خد بالك من حاجة، أنت ممكن تجيب نفس الحاجة اللي اتقالت في التوبيك
بس ما ينفعش تجيبها هي هي، لازم تعمل لها بارافريز. يعني ايه بارافريز؟ يعني اعادة صياغة، يعني تكتب المعنى ماشي بس بصيغة مختلفة، لانك لو كتبت هو هو يبقى انت بتكرر كلامك، وكده دخلتنا في حاجة وحشة مش مفروض تبقى موجودة في الباراجراف. تمام كده؟ بصوا، بالنسبة للمواصفات بتاعت الباراجراف، المفروض يعني هتلاقوا معلومة بتقول إن ما يهمش أيا كان عدد الجمل، doesn't matter how many sentences. يعني إحنا لو حد قعد يعد ورايا في الجمل هيلاقي إن إحنا مثلا كتبنا على الأقل 5 جمل أساسية، بس في وقت الجد ممكن الباراجراف يبقى 2 3، أصل أنت لو أكتر من جملة جنب بعض هنسميهم باراجراف. ف doesn't matter how many sentences في الباراجراف بتاعي، ولكن المثالي بيتكون من 5 ل7 جمل، ودول اللي احنا اتكلمنا عنهم. طيب في ايه كمان؟ فكرة ان الانترودكشن بتاعتي ما تكونش اكتر من سطر سطر ونص بالكتير، ما تبقاش رغاية قوي في الانترودكشن، الرغي خليه في السبورتنج. تمام؟ وهكذا برضو في الخاتم. ماشي. كده احنا خلصنا الاجزاء الاساسيه بتاعه الباراجراف، وارجوكم الاجزاء الاساسيه بتاعه الباراجراف دي تظبطوها كويس، لان هي هي او الباراجراف هو هو هنستعمله في الاساي بعد شويه. احنا عندنا اللي قلنا ده كان اسمه التركيبه، دلوقتي عندنا الصفات او الكاركترستكس بتاعت الباراجراف. ايه الصفات اللي لازم الاقيها موجودة في الباراجراف بتاعي؟ هناخد 3 صفات، اسميهم غريبة شوية بالنسبة لكم، فهنفهم كل واحد منهم معناه ايه وهتلاقوا الدنيا سهلة. اول صفة اسمها يونيتي. يونيتي جاية من كلمة يونت اللي عندنا اللي هي وحدة. يونيتي دي معناها احادية الفكرة او وحدة الفكرة، ودي انا توضحتها كتير وانا بتكلم، قعدت اقول الباراجراف بتاعك فكره واحده مش كذا فكره، هي دي بس ببساطه. اليونيتي معناها ان الباراجراف بيتكلم عن ايديا واحده او فكره واحده بس، ما بيتكلمش عن اكتر من فكره، وال5 جمل اللي انت بتكتبهم كلهم بيدوروا حوالين هذه الجمله. سهله سهله. الصفه الثانيه، ودي يمكن اللي فيها كلام شويه، اسمها كوهيرنس معناها تناغم أو تلاحم أو ترابط. يعني إيه ترابط؟ هقول لك مثال. لو أنا بتكلم عربي مع حد من صحابي، هل هاجي أقول له مثلا يا زياد، أقول له عارف امبارح خرجت مع أصحابي لعبنا كرة القدم، قابلت عمي، أنا أحب لعب كرة القدم. قول لي بقى يا زياد، هل لو أنت بتكلم صاحبك هينفع تكلمه بالطريقة اللي أنا كنت بتكلم بيها دي؟ ايوه لا ما ينفعش طبعا. هيحس بإيه؟ يعني هيحس إنك روبوت بيتكلم، صح؟ طب امال هتقول له ازاي المعلومات دي؟ يعني المعلومات اللي انا قلتها دي قولها لي بطريقه عاديه زي ما انت بتتكلم بالعربي، هيبقى ايه مثلا؟ هتقول لي ازاي؟ لو بكلم صاحبي هقول له انا امبارح مثلا كنت بلعب كرة قدم وانبسطت وبتاع، وبعدها بشوية هحكي له عن الموضوع ان انا رحت عند عمي كده. يعني ايه؟ مش هدخل الكلام في بعض، يعني مش هدخل المواضيع في بعضها. هو ماشي، هي المواضيع مش داخلة في بعضها، بس انت قلت كده حاجة في النص، قال لي امبارح لعبت وبعدها بشوية رحت عند عمي. كلمة بعدها بشوية اللي احنا استعملناها او الواه او معرفش ايه، دي حاجات احنا عشان دي لغتنا الاصلية بنحطها عشان الكلام بتاعنا يبقى متناسق مع بعضه او مترابط مع بعضه من غير ما يبقى جمل مرصوصة. هو ده اللي اسمه coherence. احنا واحنا بنتكلم عربي عندنا الكوهيرنس دي من غير ما ناخد بالنا لانها لغتنا،
المطلوب وانت بتكتب باراجراف او بتكتب اي تكست ان انجلش يكون في كوهيرنس. يعني زمان ايام اولى اعدادي كنت ولا ايام ابتدائي لما كان يقول لك اكتب باراجراف من 5 جمل عن القرايه، كان الطلبه كل اللي بتعمله تقول I love reading. My family loves reading مثلا. ويفضل يكتب 5 جمل كلهم بفعل love ولا كلهم بفعل play ولا كلهم معرفش ايه، ويرصهم جنب بعض وخلاص، وما بين كل واحدة منهم نقطة. هم كانوا بيعلموه يكتب جمل، دي لكن حقيقة. لكن احنا هنتعلم نكتب paragraph، او بنتعلم دلوقتي ازاي تكتب paragraph. لو كتبت لي بالوضع ده، ده ما اسموش باراجراف، ده اسمه رص جمل، ده غلط. الصح ايه؟ الصح ان انا استعمل كلمات معينه تربط الجمل دي ببعضها بحيث يبقى في تناغم ما بينها، زي كده لما قال لي من شويه بعدها بشويه، او قال لي وحصل كذا، او ولكن حصل كذا. كل الكلمات دي اللي هي الوا ولكن وبعدها والكلام ده اسمه روابط او كلمات بستعملها عشان اربط الجمل، فيكون عندي كوهيرنس. يبقى الكوهيرنس او الترابط هو ان الجمل بتكون فيها فلو او تكون فيها تناغم وماشيه مع بعضها ومش منفصله. خلاص، من امثله الكلمات دي، وده هناخد كميه امثله كبيره هتلاقوها في الكتاب في جداول كده، بس هم متقسمين لكاتيجوريز او لاصناف. في كلمات بتعبر عن الإضافة اللي هي زي and، زي in addition to، زي then، زي الحاجات دي، إضافة بضيف معلومة على معلومة. في كلمات بتعبر عن التناقض. يعني إيه تناقض؟ يعني حصل كذا ولكن حصل كذا، أو أنا بحب كذا ولكن ما بحبش كذا، زي من أمثلة but و however و although والحاجات اللي فيها تناقض. في حاجات بستعملها عشان يتعبر عن التتابع أو السيكونس، يعني حصل حاجة الأول ثم حصل حاجة تاني وبعدها في الآخر حصل حاجة تاني. في كلمات بتستخدم علشان تعبر على الأوردر أو الترتيب، زي السيكونس، زيها زي first second third وهكذا وأنا بتكلم وهكذا. دي أمثلة من الكلمات. هناخد طبعا تحت كل نوع منها هتلاقوا شوية كلمات، في منها أنتوا عارفينه وفي منها أنتوا مش عارفينه، هنحاول نحفظه بالهداوة كده، كل شوية نحفظ منهم شوية هينفعونا. يعني ده هيساعدنا إن إحنا يكون عندنا تسلسل لطيف في الجمل بتاعتنا، ويكون الباراجراف بتاعنا مكتوب صح. يبقى إحنا خدنا صفتين للباراجراف، اليونيتي اللي هي الفكرة واحدة، والكوهيرنس ان يكون الجمل فيها ترابط. اخر صفه اسمها امفاسايز. امفاسايز دي معناها تاكيد، او خلينا نقول تاكيد اولويات. يعني ايه تاكيد اولويات؟ يعني انت عايز تتكلم عن موضوع معين وبتوضح فيه فكره معينه، فالباراجراف بتاعك لازم تكون مركز فيه على الموضوع ده. يعني انا هتكلم عن التلوث، وما خرجتش عن الموضوع، بس ممكن تلاقيني وانا بتكلم سرحت. يعني انا دخلت من التلوث، رحت مثلا سرحت على حتة السكان مثلا. طب انت ايه اللي جاب السكان هنا؟ عايزك تركز اكتر على التلوث. حاجة تاني، التلوث حاجة وحشة، فانت لازم وانت بتكتب وتوضح لي في جملك ان انت بتتكلم عن مشكله. ممكن واحد يقول انا هتكلم عن التلوث وما يحطش حاجات سلبيه في الموضوع بتاعه، طب انا كده ما وصلتليش الفكره السليمه اللي المفروض توصل لي لما اقرا عن التلوث، صح؟ فهي ده الامفاسايز. ولما ناخد المواصفات بتاعه الاساي هيغير لك امفاسايز الكلمه اسمها فوكس، نفس المعنى تركيز، هي هي. اللي هيفهمها مره هيلاقي الموضوع سهل. دول بس الـ3 صفات بتوعي اللي في الباراجراف، فيهم حاجة مش مفهومة حابين نعيدها؟ هو يا مستر هيبقى في كلمات هنحفظها للحاجات دي؟ في كلمات اللي احنا لسه كنت بتكلم عنها أمثلة للأنواع دي هتلاقوها موجودة، بس دول سهلين جدا. وفي كلمات احنا هنتعلم ان احنا نحفظها، هتكلم عنها بعد شوية، هتنفعنا للترجمة وهتنفعنا للحل بتاعنا في المنهج بشكل عام.
كلمات من خارج الملعب. تمام ماشي. مستر، يعني الكلمات دي يعني تتكتب ولا مش شرط، اللي هي مكتوبة على السكرين دلوقتي ولا مش شرط؟ الكلمات اللي هي بالأحمر دي، اللي هي الصفات دي، لا، كله كل حاجة ممكن يحطها لك في سؤال. يعني ممكن ببساطة يجيب لك سؤال اختياري يقول لك one of the characteristics of paragraph of a good paragraph، ويجيب لك واحدة من الثلاثة دول في الاختيارات، ويجيب لك اختيارين ثلاثة تاني مالهمش علاقة بالموضوع خالص، كلام فاضي، وتبقى انت عارف الثلاث صفات بتوعه فتختار اللي هي جاية منهم في الاختيارات اسمها كذا. او يجيب لك مثلا، وده نوع اصعب شوية من الاسئلة، كلمة زي however، ويقول لك however دي كلمة تدل على ايه؟ تدل على الاديشن يعني الاضافة، ولا على الكونتراست، ولا على السيكونس؟ انت عارف ان however معناها ومع ذلك، فتقول له لا دي بتدل على التناقض او الكونتراست، فاهم حاجه؟ فاحنا بنذاكر المصطلحات الانجليزي مهمه قوي، مش مجرد ان انا فهمت الكلام وخلاص واقرا بالعربي، لا، الكلام نفسه اللي بالانجليش هو موضع الاسئله مش العربي، انا بشرح بالعربي بس عشان انت تفهم الفكره ويسهل عليك انك تحفظها. احنا خدنا التركيب وخدنا المواصفات بتاعت مين؟ بتاعت الباراجراف. في فضل عندي أنواع types of paragraphs. الأنواع دي هنشرحها في الباراجراف، وهي هي بالظبط بتاعة الإيساي، فمش هنشرحها تاني، خلاص نركز فيها مرة واحدة بس. هما أربع أنواع وأغلبهم سهلين، أغلبهم زي الاسم ما بيقول هتلاقيهم سهلين. أول نوع اسمه descriptive باراجراف. مين يعرف يعني ايه كلمة describe؟ describe يعني ايه؟ يصف. يصف. فايه رأيك في كلمة descriptive دي، تبقى معناها ايه كده؟ بص، ده اسم فاعل من يصف، بس لا دي يعني صفة. مش عارف هتقال ازاي. لا صفة؟ ايوه، ما هي اسم فاعل. يعني ايه؟ يعني مثلا موصف او اللي بيوصف، بس انت مش عارف اقول الكلمة يعني. حاضر، ماشي، قربت توصل. حد عارف يقول لي يعني ايه ديسكريبتيف؟ مقال وصفي. وصفي، برافو عليكي. كلمة ديسكريبتيف باراجراف معناها قطعة بس وصفي أو وصفية، يبقى كلمة ديسكريبتيف بتوصف صفة لحاجة بتوصف، فبنقول عليها وصفي. طيب ده معناها الوصفي ده بيبقى عبارة عن ايه؟ الباراجراف الوصفي ده ببساطة، لو احنا بنتكلم عربي برضو وانا حبيت اوصف لحد، يعني مثلا يا سميرنا سامعني كويس؟ أي مستر، سامع حضرتك. لما تشوفي، خليكي فاتحة المايك، لما تشوفي فستان حلو كده في محل، او فستان حلو لابساه واحدة قريبتك شفتيها وعايزة توصفي الفستان ده لصاحبتك، بتروحي توصفيه لها ازاي بالعربي؟ قولي لي كده. والله الفستان كان جميل، أو الفستان اللي شفته كان حلو. بس كده، ده مش وصف، ده رأيك، لكن أنا عايزك توصفي الفستان، اوصفي لي الفستان. لونه مثلا وطوله يعني حجمه، إذا كان أوفر سايز ولا بيبقى سكن على الجسم ماشي، كده. حلو قوي. اللي هي عملته ده كان ايه يا اولاد؟ لونه وطوله وحجمه. هي كده اتكلمت عن حاجات، لما قالت لي فستان طويل لونه اسود حجمه معرفش كبير، انا رسمت صورة تخيلية للفستان ده، صح كده؟ منين؟ من الوصف اللي هي قالته. فالباراجراف الوصفي ده قال لك ده بيلعب على الحواس الخمسة، الفايف سينسز. يعني ايه؟ يعني لو انا بوصف فستان هبقى غالبا مركز على الشكل، فان هو حاسه النظر، وممكن كمان لو هي مسكت الفستان ده في ايديها فتقول لها مثلا ده ناعم جدا مثلا، فهي كده بتلعب على حته اللمس مثلا. وكل ده او فايده الكلام عن المواضيع دي انها ترسم صوره دقيقه للحاجه اللي انا بتكلم فيها. فقال لي المقال الوصفي ده بيركز على الحواس الخمسه علشان يرسم صورة للي بيسمع أو اللي بيقرأ الباراجراف،
ويقدر يتخيل معاك كل حاجة من اللي انت بتقولها بشكل دقيق جدا او بشكل قوي جدا. هتلاقوا مع في الكتاب لما تجيبوه اعطيكم سامبل كده او باراجراف مثال يعني على الباراجراف الوصفي. انا بشرح من كتاب تاني غيره ممكن اقرا معاكم. بيقول مثلا ايه، بيقول لي My mother's last smile to me wasn't a sunset. هو هنا خليني افتح اشير لكم الصورة عشان تقروا معايا. الكتاب اللي انا فاتحه ده كتاب المعاصر بتاع السنة اللي فاتت، لكن احنا هنشتغل السنة دي من كتاب جيم اللي نزل في المكتبات السنة دي. شايفين كده الصورة اهو، a sample descriptive paragraph. هو هنا الباراجراف ده يعني حزين شوية كده، بيوصف نظرة والدته أو ابتسامة والدته الأخيرة قبل ما تتوفى. ففكرة المقال الوصفي إن أنا عايز اللي قدامي يحس بكل مشاعري أو يحس بكل الحاجات اللي أنا وصفتها. فبيوصف My mother's last smile wasn't a sunset، ما كانتش مجرد غروب شمس. was an eclipse. عارفين الإكليبس اللي هو خسوف الشمس، ظاهرة دي لو ما كنتوش عارفينها هناخدها السنة دي في المنهج المفروض يعني، في حد خرج. فهو بيقول ده ما كانش مجرد غروب للشمس، ده كان إكليبس. فطبعا أنا عارف شكل غروب الشمس وعارف شكل الإكليبس، شفته صور ليه. فهو بيقول لي كده أنا بتخيل The last eclipse، آخر إكليبس في العالم. هو يعني ايه إكليبس؟ يعني خسوف الشمس اللي هي الظاهرة اللي الشمس فيها بتختفي ما بين الأرض والقمر، حاجة كده ظاهرة بتحصل كل كام سنة. تمام. بيقول بقى بيكمل الوصف It was noon dying away to darkness. كان عبارة عن ظهر ظهيرة يعني بتموت في الظلام، يعني داخلة في الظلام وبتموت. where there would be no dawn. دون اللي هو الفجر، يعني خلاص ظلام دامس ومش هيطلع بعده فجر تاني. mom passed away taking love care and warmth with her to her grave. ماما توفت واخدت معاها الحب والكير الاهتمام والوارمث او الدفء معاها الى قبرها، والحاجات دي مش هتبقى متاحة ليا تاني بعد كده. الوصف اللي هو وصفه وصل لنا مشاعر الحزن اللي عنده جدا بصورة ايه؟ بصورة تشبيهات وحاجات كده علشان يرسم لنا قد ايه الموضوع كان دارك بالنسبة له وحزين جدا بالنسبة له. فده اللي هو المقال الوصفي. في من صفات المقال الوصفي ان هو ممكن may not follow grammatical standards، يعني ممكن ما يمشيش على الستاندرز بتاعت الجرامر قوي، ممكن يخيب يعني شويه، اللي هو مثلا يوصف حاجه بانها بني ادم او كده، ممكن ما يلتزمش جامد في الموضوع ده لان هو الى حد ما حاجه مش فورمال. بس وبيعتمد على الحواس الخمسه زي ما احنا قلنا وخلاص. نقفل الكلام ده وخليكم مركزين معايا في الشرح. ده كان النوع الأول. النوع الثاني عندي اسمه persuasive. persuasive paragraph. حد يعرف يعني إيه كلمة persuade أو فعل persuade؟ يقنع. يقنع. يبقى الباراجراف ده اسمه باراجراف إقناعي. طيب حلو. يا آلاء أنت سامعاني؟ تقدري تفتحي المايك؟ طيب ايه رأيك يا آلاء لو انا عايزك تقنعي ماما انك تجيبي كلب وهي مش راضية، هتقنعيها ازاي بالعربي؟ فكري كده. هحاول اني اقنعها بشكل تاني. حلو. هتدخلي لها منين من الحاجات اللي هي ممكن تيجي معاها يعني انك تقنعيها فتوافق؟ فكري. سمعني يا أميرة؟ أيوة، ايه رأيك هتقنعي ماما ازاي؟ ممكن أشوف ايه الحاجات اللي مضايقاها مثلا من وجود الكلب أو كده، وأحاول أقنعها إن هي مش حقيقية أو إن احنا ممكن نعالجها بطريقة معينة.
لا، هي الحاجات اللي مضايقاها هي حاجات حقيقية، زي إنها مش عايزة تشيل مسؤوليته، مش عايزة تقعد تأكله وتشربه وتنظفه، ومش عايزة يبهدل لها في البيت، فهي حاجات حقيقية. ممكن تدخل لها من حتة تاني، سكة تاني بعيد عن دي، تقنعيها بيها حاجات كويسة أكتر تغطي على الحاجات السلبية اللي هي بتقول عليها. طيب يا مريم، أسمعك كده. انه مثلا هو شكله حلو جميل، ويعني هيقعد معانا كتير، هيسمع الكلام وحاجات كده يعني، هقولها على مواصفاته على الاقل. هو شكله حلو وجميل، مش هيفرق معاها، هي مش عايزة تشيل هم حد، فلا بيروح بشكله الجميل. ايه بقى من المواصفات اللي انت متأكدة ان ماما لو جربتها هتحبها؟ انه يعني بيسمع الكلام مثلا، ايه تاني؟ ان هيكون متدرب وكده، هو هيتطعم طب ماشي، فهتبقى ما هو كل الحاجات تركية. دي، كل الحاجات دي هتخلي المشكلة ما مش موجودة، بس انا برضو ليه اجيب كلب اصلا؟ ممكن يحرس البيت مثلا، كنت لسه هقول كده. ممكن يحرس البيت. طيب وانت يا عبد الله ايه رأيك؟ ممكن لو احنا عندنا بيبي مثلا يحميه وكده. ماشي، ما احنا ممكن نحمي البيبي من غير كلب. طيب انتوا كلكم بتفكروا تجيبوا كلب ليه؟ بعيدا عن كل ده، انتوا شخصيا مش عشان خاطر هو كيوت ولطيف وهيحبكم وهيبقى صاحبكم والكلام ده؟ ايوه، ليه ما عشان احنا نجربش عاوزين كلب الكلب القديم وخلاص. ماما؟ ايه يا زياد؟ عشان احنا عاوزين كلب وخلاص، حاجه يا حبينا سيدي وعايزين ليه؟ نجيبها يعني انت عشان شخصيا عايز حبينا، حاجه حبينا. انا عن نفسي حبي. بحب الكلاب، بحبها بشكل عام يعني، طب بحب يبقى بتحبها عندي علشان كلب. هي كائنات كويسة صح؟ أو هي كائنات طب بالظبط مخلصة، بالظبط أو هي كائنات مع الوقت تلاقيها بتحبك وبتخلص لك وكده صح؟ صح. طيب الطريقة الأنسب إن أنا أقنع بيها ماما إن أنا أقول لها أنت عارفة ماما ده بعد يومين بس هتحبيه جدا، وهتبقي يعني بالنسبة لك هيبقى أهم مني أنا شخصيا ابنك، وهيبقى غالي على قلبك قوي، وجربي بس الكلام ده. ايه اللي انا عملته هنا عشان اقنع ماما؟ دخلت لها في حتة الايموشنز. يعني ايه؟ يعني العواطف. دخلت لها قلت لها بس جربي ده هتحبيه قوي، ده عارفة ده بيبقى لطيف جدا، ده هيقعد معاك ويلعب معاك ويسليكي. يبقى انا عشان اقنع حد بحاجة بخش العب له على العواطف بتاعته. بعيدا عن مثال الكلب وماما والكلام ده، لو انا عايز اقنع حد باهميه المساعده الفقراء، اروح اقول له تخيل كده معايا يا اخي ان الناس دي مثلا مش لاقيه مكان تبات فيه، او في الشتاء مش لاقيه حاجه تتغطى بيه. انا هنا بعمل ايه؟ انا بلعب على مشاعره اللي هي مشاعر الشفقه مثلا، وخلي الناس تصعب عليه علشان يساعدهم. فانا كده اقنعته انه يعمل حاجه عن طريق ان انا العب على الايموشنز. فالبرسويسيف باراجراف ده بيلعب على الايموشنز، بيتكلم وبيحاول يخاطب الايموشنز لكي او علشان يبرسويد، يقنع الشخص بالفكره اللي هو بيتكلم فيها. تمام كده؟ يبقى خدنا الاولاني اللي هو الديسكريبتيف، بيلعب على الحواس الخمسه. البرسويسيف بيلعب على الايموشنز، عشان هو النقطة اللي أنا بتكلم فيها دي هي نقطة الأسئلة، هي موضع الأسئلة. إيه المميز في البيرسويسيف؟ إن هو بيشتغل على الإيموشنز وهكذا. طيب التالت سهل وعبيط جدا، اسمه ناراتيف باراجراف. يعني إيه فعل ناريت؟ حد يعرف ناريت؟ ضئيل، نعم؟ هو قال ضئيل. لا مش نارو، لا انا ناريت. ناريت ده فعل، حد يعرف معناه؟ عارفين لما بتبقوا بتتفرجوا على فيلم انيميشن ويكون في شخص بيحكي الحدوتة قبل ما الاشخاص تبدأ تمثل، يعني مثلا يقول لك في يوم من الايام كان في معرفش اميرة معرفش مالها، وبعدها تدخل بقى تبدأ الأميرة تمثل المشاهد. اللي مقدمة يعني، إيه؟ مقدمة مش مقدمة، لا. الناريت معناه تروي.
يروي الراوي اللي بيحكي الحدوتة اللي بيقول لنا كان يا مكان وحصل وما اعرفش ايه، ده اسمه ناريتور، والفعل منه اللي هو ناريت اللي هو يروي حاجة، فالناريتيف باراجراف دي اسمه باراجراف او فقرة روائية. فروائية دي معناها ايه؟ معناها انها بتحكي حدوتة، يبقى الناريتيف باراجراف tells a story. انت عايز تحكي لي عن الصيف اللي فات، او الاجازة الاخيرة اللي انت قضيتها، او اللي انت ناوي تعمله في الاجازة اللي جاية، فتحكي لي حدوتة، تحكي لي قصة، يبقى ده اسمه narrative paragraph. تمام كده؟ ماشي. فاضل نوع واحد واخير، الرابع، ده اسمه expository أو بنسميه how to. expository معناها توضيحي، توضيحي، و how to يعني كيف أفعل كذا. الباراجراف ده فائدته إن هو يشرح لي حاجة معينة، بيوضح لي حاجة معينة فباسمه توضيحي، أو بيبقى فيه instructions يعني تعليمات، مثلا ازاي تستخدم الجهاز ده، او ازاي تركب الجهاز ده لاول مره لو هو حاجه جديده، فبنسميه how to او expository paragraph. وده بستعمله لو حابب مثلا اشرح لك فكره معينه بطريقه كتابه، يعني انت بعت لي سؤال شات وانا جاوبتك بثلاث اربع جمل، قلت لك بص ركز معايا كذا 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 كذا، الباراجراف اللي انا كتبته ده اسمه expository paragraph. اما بتعرف حد حاجه، بتفهمه حاجه، بتعمل instruction او بتعرفه البروسيس او الخطوات بتاعت حاجه. يعني لو انا بقول، لو بتسالني يا مستر ازاي افرد زوم او ازاي اعمل PDF، اقول لك انت الاول هتنزل ابلكيشن معين، ثاني حاجه هتصور الصور، ثالث حاجه هتحط الصور في الابلكيشن وهو هيعملهم PDF. يبقى انت كده انا عملت لك البروسيس، فعملته فين؟ في expository paragraph. ماشي، دول الاربع انواع بتوع الباراجراف، وهم بتوع الاساي. هل حد عنده مشكله او حاجه مش فاهمها فيهم؟ مستر معلش عيد اخر حته عشان النت قطع فيها، بتاعت الاكسبوزيتوري. الاكسبوزيتوري، الاكسبوزيتوري ده او هاو تو، ده باراجراف معناه توضيحي او تفسيري، يعني بستعمله عشان اشرح لواحد او لحد فكره معينه، أو أديله تعليمات معينة يمشي عليها عشان يعمل الحاجة، أو أعرف له تعريف لحاجة معينة، مثلا أكتب باراجراف عن الكمبيوتر، فأنا أجي طول فترة الباراجراف وأنا بشرح هو إيه الكمبيوتر وتكوينه إيه وبيستخدم في إيه، فده اسمه إكسبوزيتوري. ما بتكلمش عن فوائد ولا عيوب ولا حاجة، لا ده أنا بشرح لحد فكرة أو بعرف حد معلومة، فهو ده اسمه expository paragraph. كده خلصنا كل حاجة تخص الباراجراف. هناخد بعد كده الـ essay أو الـ المقال. هتلاقوا أغلب الحاجات متشابهة بينه وبين الباراجراف، مع فرق بس في التركيبة بتاعته، تركيبته مختلفة، فهنركز مع بعض، دي أهم حاجة فيه. أولاً الـ essay ده هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن مقال زي ما إحنا بنقول، وغالبا بيكون حاجة فورمال. يعني ايه فورمال؟ يعني مكتوب في جريدة، مكتوب في بحث علمي مثلا، مكتوب في كتاب. فبكتب المقالات بشكل فورمال، ما ينفعش فيها خالص ان انا اخل بالجراماتيكال رولز او القواعد اللغوية بتاعت اللغة اللي انا بكتب فيها، لانها بتتكتب بلغة رسمية كمقال. تمام كده؟ قال لي برضو المقال ده أحيانا بيتطلب ريسيرش، يعني عشان تكتب مقال معين عن موضوع معين، زي مثلا فيروس سي مثلا، مرض، عشان تكتب مقال عن الموضوع ده محتاج تعمل ريسيرش وتبحث كتير وترتب الأفكار في هيئة مقال. طب لو بيكتب الموضوع عن فيروس سي ده دكتور بتاع كبد ومدرس في جامعة كذا في بتاع الكبد، هل ده محتاج يعمل ريسيرش؟ لا، ده عنده المعلومات الكافية ان هو يكتب المقال.
فلا إما يتطلب ريسيرش أو يعني يكتفي بمعلومات الشخص لو هو عنده معلومات كافية. طيب أخذنا أول حاجة في الباراجراف التركيب بتاعه، هنا هنتعلم التركيب بتاع الإيسي. ناخد بالنا من الفرق الكبير أو المهم إن الباراجراف كان مجموعة من الجمل، أما الإيسي هو مجموعة من الباراجرافز، ودي حاجة مهمة أوي. يعني إيه؟ هو بيتكون من بعض الباراجرافات، كل باراجراف منهم، ركزوا كده، كل باراجراف منهم ينطبق عليه الشروط بتاعة الباراجراف، فاكرينها؟ يعني كل باراجراف منهم في توبيك وفي سبورتنج وفي كونكلودنج او كلوزنج، كل باراجراف من الثلاث اربع خمس باراجرافات اللي موجودين في الايسيه دي. اول حاجه. ثاني حاجه، الباراجراف الاولاني بيسميه الانترودكتوري باراجراف او الانترودكشن برضه، يبقى انا ده عرفت ان ده الباراجراف الاولاني وهتكلم عن مكوناته او اهم الحاجات اللي فيه. الباراجراف الثاني والثالث والرابع او اكتر من كده، المجموعة الباراجرافات اللي بعد الانترودكشن بنسميها بودي او جسم الاساي. البودي ده ممكن يكون اي عدد من الباراجرافات، وده بيكون الموضوع بتاعي نفسه، يعني الموضوع كله بيتكتب في البودي. بعد ما بخلص خالص بحط الباراجراف الاخير اللي هو اسمه conclusion، وده بيكون ختام للموضوع بتاعي، وبرضه بيكون فيه بعض الحاجات المميزة ليه. تعالوا نشوف كده الـ introductory paragraph أو الـ introduction إيه المميز فيه ويفرق إيه عن الـ paragraph أو الـ topic sentence بتاعت الـ paragraph. إحنا قلنا إن الـ paragraph العادي بيبدأ بـ topic، بعدها support، بعدها conclusion للـ paragraph ده، صح كده؟ الباراجراف الانترودكشن اللي هو في الاساي بيبتدي في الاول، يعني خدوا بالكم ان الباراجراف الاولاني كله بيوضح الفكره العامه، تمام؟ لان انا جاي اتكلم في الاساي بتاعي عن مرض معين، فانا هوضح الفكره العامه في الباراجراف الاولاني. طب يعني اكتب جمله ويبقى كده الباراجراف خلص؟ لا، قال لي الباراجراف الاولاني بيكون فيه اول حاجه بنسميها هوك. يعني ايه هوك؟ حد يعرف الهوك اللي هو بتاع الصيد اللي هو بيبقى عامل كده، ده خطاف كده، ده بيبقى حاجة بستعملها عشان اصطاد حاجة او امسك حاجة بنسميها خطاف. الخطاف او الهوك ده، طبعا ده وصف، انا مش بحط خطاف في بداية الكلام، معناه ان دي حاجة هتشد انتباهك، وبنسميه برضو attention grabber، فعل جراب يعني يمسك او يشد، واتنشن اللي هو الانتباه، فبسمي الهوك ده attention grabber. زي ايه كده؟ لو انا جاي اتكلم معاكم النهارده عن ال persuasive paragraph، ورحت بدأت كلامي وقلت لك فكرت في مره تقنع أخوك إن هو يديك فلوس. آه فكرة دي حلوة، استنى كده أنا هركز معاه الراجل ده لأنه شكله كده هيقول حاجة مهمة بالنسبة لي. عملت إزاي أنا شدت انتباهك دي؟ اديتك حاجة أنت كان ريليت ليها، يعني ممكن تقول آه عندك حق، أو آه أنا الموضوع ده فعلا يهمني، جذبت بيها انتباهك. أحيانا بنبتدي الإيساي بتاعنا بسؤال، هل جربت قبل كده او هل فكرت قبل كده الدنيا هتبقى عامله ازاي لو ما فيهاش ميه مثلا؟ سؤال. اول ما تقرا السؤال ده عقلك هيفكر في اجابته، تفكير عقلك في اجابته هيخليك كيوريوس او عندك فضول انك تكمل قرايه وتشوف الراجل ده بيقول ايه بخصوص الموضوع اللي شد انتباهك ده. فدي بتبقى الجملة رقم واحد في الباراجراف، رقم واحد من الإيسي، وركزوا معايا. طيب الانترودكشن أول حاجة فيه هوك، تاني حاجة أنت المفروض تقول لي الموضوع بتاعي، يعني تقول لي التوبيك سنتنس. أقول لك أه، بس هنا ما بنسميهوش توبيك سنتنس، بنسميه ثيسيس. معلش الاسم غلس، ثيسيس أو ثيسيس ستيتمنت، يعني جملة الموضوع. الثيسيس ستيتمنت دي، ده الفكره
بس مش بتاعت الباراجراف، لا الفكرة الأساسية بتاعت الإيسي كله اسمها الثيسيس ستيتمنت. يبقى سؤال كده يا عبده، هل الثيسيس ستيتمنت دي بتبقى موجودة في أي باراجراف من الإيسي غير الانترودكشن ولا لا؟ فين؟ عبده مش مركز معايا. الثيسيس ستيتمنت دي موجودة في أي باراجراف تاني غير الانترودكشن ولا لا في الإيسي؟ لا في الانترودكشن بس، ليه طيب؟ عشان مش عارف. لا طيب خليك معايا. بصوا زي ما كنا بنعامل التوبيك سنتنس في الباراجراف ونقول عليها انا بذكرها اول مره وخلاص وبعدين نتكلم عن الموضوع، هنعامل الثيسز بالنسبه للايسي. الثيسز هي الفكره الرئيسيه، انت قلتها في الانترودكشن وانا عرفت انك هتتكلم النهارده عن الحاجه الفلانيه، خلاص. بعد كده الموضوع بتاعك او باقي الكلام والحشو بتاعك هيكون حاجات بتدعم الفكره الرئيسيه وحاجات ليها علاقه بالفكره الرئيسيه، من غير ما تقعد كل شويه تفكرني تقول خدوا بالكم يا جماعه انا النهارده بتكلم عن البولوشن، خدوا بالكم يا جماعه ما تنسوش ان احنا بنتكلم عن الفيروس سي. خلاص يا عم عرفنا عرفنا. فالثيسز بتبقى في البدايه بس، ماشي؟ يبقى رقم واحد في الانترودكشن هوك، رقم اتنين ثيسز. طيب رقم ثلاثة، قال لي عادي بقى كمل التركيبة بتاعت الباراجراف بتاعتك، انت كده يا دوبك عملت توبيك سنتنس بتاعت الباراجراف بتاعك، هكمل بعد كده بسبورتنج وبعدها بكونكلوجن. بس هل الكونكلوجن دي معناها ان انا اقفل الاساي بتاعي بعد الباراجراف الاول؟ لا، ده كونكلوجن للباراجراف ده بس، يعني اقفل كلامي في الانترودكشن بيه بس، وكده اخلص الانترودكشن بتاعي او الباراجراف الاولاني بتاعي. مهم قوي في الهوك ومهم في الثيسيس، دول اهم حاجه فيه واكثر حاجه بتسال فيه. طيب هتكلم بعدها عن الباراجراف الاخير اللي هو الكونكلوجن. ايه المواصفات بتاعت الكونكلوجن؟ زي ما كنا بنعمل كونكلوجن للباراجراف الواحد وبنعمل تلخيص للكلام، ممكن في الكونكلوجن بتاعي اعمل تلخيص برضو سمري بس للإيسي كله بقى، وممكن اعمل اعادة صياغة ريستيتمنت لمين اسمه ايه هو لسه قايلين عليه اسمه ثيسز، اعمل اعادة صياغة للثيسز بتاعتي اللي انا اتكلمت فيها. بفكرة ان انا لما اوصل للخاتمة يبقى انا كده بفهم الشخص او بفكر الشخص، يا عم الحاج النهارده اتكلمنا عن كذا كذا كذا، بس طبعا غير الصيغة اللي انت كتبت بيها في الانترودكشن ما تكتبهاش هي هي في الخاتم. طيب في حاجة مهمة في الكونكلوجن ناخد بالنا منها، ما ينفعش ابدا انتروديوس نيو ايديا. يعني ايه؟ يعني انا النهارده اتكلمت عن البولوشن وجيت في الباراجراف اللي هو رقم اتنين من البادي واتكلمت عن اسباب التلوث، ورقم ثلاثة اتكلمت عن حلول التلوث، ورقم أربعة اتكلمت عن مثلا ازاي نتجنب التلوث من البداية ما يحصلش أصلا. فأنا كده اتكلمت عن 3 أفكار، خلصت كلامك ما تجيش في الكونكلوجن وانت بتقول لي يلا كده مع السلامة، احنا كنا النهاردة بنتكلم عن التلوث، تروح تقول لي اه معلش افتكرت نسيت حاجة، ده التلوث ده نسبته في العالم معرفش قد ايه وبيعمل معرفش ايه. لا، ما تدينيش افكار جديدة في الخاتمة، الأفكار بتاعتك كلها في البادي، كل اللي أنت عايز تضيفه في البادي، ما ينفعش تintroduce new idea فين؟ في الكونكلوجن. برضو ما ينفعش تبقى سايب فكرة، يعني رميت لنا عنوان كده وما اتكلمتش عنه وقفلت الكلام، لا ما ينفعش كده. لو أنت قلت لي مثلا في الانترودكشن أنا النهارده هتكلم معاك عن فوائد وعيوب أو فوائد وأضرار التكنولوجيا، ورحت اتكلمت عن الفوائد 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 ورحت قفلت ومشيت، انت يا عم في عيوب، انت وعدتني بعيوب وسبتني، ما ينفعش. لازم كل اللي انت هتقول ان انت هتكتبه او الخطة بتاعتك او الجزء اللي انت عملت له introduction لازم كله تغطيه في الكلام بتاعك قبل ما تقفل بالconclusion بتاعتك. مستر، هو انت قلت في الاسي الهوك والسيسي عبارة عن التانية اللي هي في الباراجراف دي المقدمة اللي هي توبيك سنتنس،
هما الاثنين بيعبروا عنها، بس دي في الايسي والتاني في الباراجراف. هوضحها لك تاني. الايسي اول باراجراف فيه اسمه introduction، بس اسمه ايه بقى؟ ده باراجراف بحاله. الباراجراف بحاله ده اللي هو الاولاني بيتكون من جمل اساسيه. هم مين؟ اول جمله في الباراجراف، اول واحده خالص 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 بنسميها هوك، ده في الايسي فقط. تاني جمله او الجملتين اللي بعد كده بنسميهم الثيسز، ودول بيكونوا بمثابه التوبيك سنتنس بتاعت الباراجراف. انا بكتب باراجراف عن التلوث، فبكتب التوبيك سنتنس في الاول اللي هي العنوان بتاع الموضوع. دي بقى عنوان الايسي كله او الفكره الاساسيه بتاعت الايسي كله، بتبقى موجودة في الفقرة الأولى اللي هي الانترودكشن، بتبقى موجودة بعد الهوك، وبيكون فيها الفكرة الأساسية بتاعت الإيسي. فاضل عندي الجزء الثالث من الإيسي اللي هو البادي. البادي ده كلمة بتطلق على كل الباراجرافات اللي في النص اللي هم مش انترودكشن ومش كونكلوجن. ممكن يطلق عليه برضو كلمة بلك. بلك يعني إيه؟ بنقول على حاجة بلق معين من حاجة، يعني كثافة كده معينة من حاجة أو تجميع كده من حاجة، فبنسميه البادي أو البلق أو الميدل سيكشن أو الجزء الوسطاني، يعني فين في الإيسي. البادي ده هو عبارة عن الموضوع كله، كل اللي انت ناوي تكتبه هتكتبه في البادي. طيب البادي مش باراجراف واحد، ممكن يبقى باراجراف، ممكن اتنين، ممكن تلاتة، ممكن أكتر. الفكرة في إيه؟ كل باراجراف منهم برضو هتنطبق عليه المواصفات بتاعت الباراجراف اللي إحنا درسناها. يعني لو أنت في الباراجراف الأولاني اخترت التوبيك سنتنس المعينة اللي هي مثلا أدفانتج الفوائد، فأنت هتبتدي بتوبيك سنتنس وهتحط سبورتنج سنتنس للتوبيك دي. يعني هتقول في التوبيك سنتنس مثلا الكمبيوتر له فوائد كتيرة في كل المجالات. تيجي بقى تحط جمل تدعم الفكرة بتاعتك، تقول على سبيل المثال احنا بنستعمل الكمبيوتر في البنوك وفي المستشفيات وفي معرفش ايه، وتديني بقى أمثلة كتير على فوائد الكمبيوتر. تنهي الباراجراف بتاعك وتقول مثلا so we can't deny مثلا that computers are very important to us. كده انت عملت باراجراف جوه الإيسي بيتكلم عن فوائد الكمبيوتر. خلص الباراجراف ده، جميل. الباراجراف اللي بعده قلت انا هتكلم عن عيوب الكمبيوتر. يجي نفس الفكرة، تعمل topic sentence عنوان للموضوع او دخلة عامة، وبعدها supporting، وبعدها conclusion. اخد بالي من ايه؟ ما يصحش وانا بتكلم عن العيوب ابقى افتكرت حاجة من المميزات اروح احطها هنا. لا، غلط. الموضوع بتاعك بتاع المميزات انت كتبته وخلصته، يبقى خلص. ما تجيش في باراجراف تاني انت بتتكلم فيه عن فكرة اخرى وتروح تحط حاجة من اللي فات وتقول لي ما هو كله نفس الموضوع، كله نفس الإيسي. غلط. كذلك لما مثلا يكون بتتكلم عن مشكلة وتقول انا في الباراجراف الاول هتكلم عن الريزنز او الاسباب بتاعت المشكلة، وتيجي في الباراجراف التاني هتقول انا هتكلم عن الحلول السوليوشنز، تيجي وانت بتشوف الحلول تفتكر سبب انت ما قلتوش تروح تحطه هنا. يا عم لا، ما ينفعش كده. لازم تقول كل الريزنز بتاعتك فوق وبعدها الحلول بتاعتك تحت. ودي تنطبق على فكره احنا او من صفه من الصفات اللي احنا قلناها في الباراجراف. مين شاطر يفتكر لي اسم الصفه دي ايه؟ اليونايتي. اليونيتي، برافو عليكي. وحدة الموضوع، زي ما قلنا في الباراجراف ان احنا لازم يكون الباراجراف بتاعي بيتكلم عن فكرة واحدة، فما ينفعش تجيب من كل فيلم اغنية زي ما بيقولوا، او من كل موضوع حاجة كده. كده يا اميرة، لو لخبطت ودخلت الجمل كده ده انت اتخرجتي عن التركيب المظبوط للإيسي الصحيح، فكده غلط. طبعا احنا افكركم تاني، احنا اسئلتنا كلها نظري، وهيسالنا في اللي انا بشرحه ده. يعني هيجي لكم جمل يقول لك المفروض يبقى كذا ولا لا، او المفروض يبقى ايه، او زي السؤال اللي انا سالته ان انا ما احطش افكار في باراجرافات مختلفه ده يبقى يسمى ايه، تروح تجاوب يونيتي زي ما جاوبت سميرنا كده. اسئلتنا كلها نظري. طيب
قلنا ان البادي ده ممكن يبقى من باراجراف لثلاثة او اكتر، مفيش مشكلة. دي تقريبا كل حاجة تخص التركيب بتاع الإيسي. الأنواع بتاعته هم نفس الأربع أنواع، اللي هو descriptive, narrative, persuasive، والأخير اللي هو expository. هم ونفس الشرح اللي شرحناهم في الباراجراف. فضل الصفات أو الكاركترستكس. إحنا أخدنا الكاركترستكس بتاعت الباراجراف الواحد، وفي كاركترستكس للإيسي بقى. أول واحدة مكررة اللي هي الكوهيرنس، بنفس الفكرة، بس مش مجرد بقى ترابط وتسلسل منطقي للجمل، لا، ده ترابط وتسلسل منطقي للباراجرافات كلها. يعني أنت عملت أول باراجراف وراعيت إن هو الجمل فيه متسلسلة، برضو الباراجراف اللي بعده يكون عارف تربطه باللي فوق، ان انا لما اجي ادخل على الباراجراف اللي بعده ما احسش ان انا دخلت شارع تاني، لا، انا ماشي في نفس السياق. من ميزات الكوهيرنس دي، او من الحاجات اللي بتبقى بتقدمها لي، ان اللي بيقرا ما يحسش بركاكه في الموضوع، ويبقى ماشي بتسلسل منطقي، فما يملش من القرايه او ما يفقدش الفكره، يعني يفضل مركز على الفكره طول الوقت. طيب الكوهيرنس مش محتاج شرح تاني. الحاجة التانية اسمها يونيتي، برضو الوحدة بتاعت الموضوع، ان انا هتكلم عن ثيسز واحدة. ثيسز واحدة، خدوا بالكم الكلمة دي الجمع بتاعها بيتكتب كده، بدل الاي يبقى اي، لو شفتها يبقى هو يقصد الجمع من ثيسز. طيب رقم ثلاثة برضه من الحاجات اللي مكررة، اللي هي فوكس. فاكرين كنا مسمينا هناك امفاسايز، هنا فوكس، يعني انت بتركز على كل حاجة بتتكلم عنها، ما تخرجش عنها وتبقى حاطط كده أولوية. يعني أنا بتكلم وفي الفوائد، فأنا مركز قوي على الفوائد، مش هسرح عن الموضوع. طيب في بعد كده صفتين زيادة عن الباراجراف، بس سهلين جدا. أول واحدة اسمها correctness، جاية من correct. يعني إيه correct؟ صحيح. صحيح، يبقى correctness اللي هو الدقة أو الصواب. قلتها وأنا ببدأ كلام، قلت لكم إن الإيساي ده غالبًا بيكون formal، صح؟ فمهم أوي إن أنا أركز إن أنا كاتب الكلمات صحيحة جدًا، والقواعد صحيحة، وما فيهاش error أو error free. ده يعني هو ده طبعا في كل الكلام المفروض يعني، بس في الإيسي أكتر. آخر حاجة بيقول لك الديفلوبمنت. كلنا عارفين ديفلوبمنت معناها تطور. طب يعني إيه أتطور في الإيسي بتاعي؟ يعني أنت بديت بالعنوان بتاعك أو الفكرة الأصلية، بعدها بتمشي معايا خطوة خطوة في الموضوع بتاعك. يعني لو انت مثلا بتعرض عليا فكره جديده، ففي الاول بتشرحها لي ببساطه، بعد كده بتخش في تفاصيلها، في مميزاتها، في عيوبها، في ما اعرفش ايه. يبقى انت كده بتعمل ديفلوبمنت للفكره بتاعتك، للايديا بتاعتك، بتطلع من كلام بسيط الى كلام معقد اكتر واكتر، وبتدخلني في ديتيلز اكتر وتفاصيل اكتر ووصف اكتر وهكذا. صعبين هم دول كل الصفات؟ صعبين أو فيهم مشكلة؟ بيتنسوا بسرعة، بس دي المشكلة. بص، الثلاثة الأولانيين دول مكررين، فأنت مجرد ما تقراهم تاني هتلاقي الدنيا بقت بسيطة. والاتنين الجداد دول، واحدة بيقول لك ما تكتبش كلام غلط، واحدة بيقول لك أنت عندك تدرج أو الموضوع بيتطور معاك، فهتلاقي الموضوع يعني اقراهم مرة اتنين كده هتلاقيهم سهلين، مش هيتنسوا ولا حاجة. طيب في الكتاب القديم، معرفش ده موجود عندكم في الكتاب الجديد ولا لا، كان بيقول لك كده ايه الخطوات اللي المفروض تكتب بيها الاساي. قال لك في الاول انت هتعرف الموضوع، هتحدد الموضوع بتاعك. رقم اتنين هتعمل اوت لاين، يعني هتعمل خطوط عريضة. يعني خليني اشير لكم الكلام برضو تبقوا مركزين معايا احسن. بيقول لك في الاول تختار الموضوع اللي انت هتتكلم عنه، وبعدها تعمل اوت لاين اللي هو مثلا انا خلاص اخترت الموضوع، في الباراجراف الاولاني هكتب كذا، وفي الثاني هكتب كذا، وفي الثالث هكتب عن كذا. بعدها
قال لك تبتدي بالبودي ولا تبتدي بالانترودكشن ولا تبتدي بالخاتمه. يعني ايه ابتدي بالبودي؟ يعني انا قررت اكتب عن التلوث، وقلت انا التلوث ده هكتب فيه عن مميزات و سوري عن مثلا اسباب وحلول وكده. ابتدي كلامك او وانت بتكتب ابتدي بالموضوع على طول مش بالمقدمه. بعد ما تخلص الموضوع كله ابتدي حط المقدمه بتاعتك، وبعدها حط الكونكلوجن. دي يعني دي الفكره مش مهمه قوي. المهم رقم 4 بيقول لك ابتدي كل باراجراف بتوبيك سنتنس. زي ما قلت لكم كل باراجراف لازم يكون له الشروط بتاعت الباراجراف. اعمل الخاتمه و write your introduction. بيقول لك اعمل الخاتمه في الاول وبعدين الانترودكشن في اخر حاجه. وبعدين اخر حاجه revise and proof read، يعني راجع وتاكد ان كل حاجه مكتوبه صح عشان تراعي فكره ايه الكوركتنس او الصواب. ماشي. في سؤالين هم هنا، هو ايه اللي في اخر حاجه؟ انك تراجع وبروف ريد. بروف ريد دي حاجه بنعملها في المقالات او في الابحاث، ان تدي المقال بتاعك لحد كويس في اللغه يتاكد انك مش غلطان في حاجه في الجرامر، مش غلطان في حاجه في السبيلنج كده، يعني ده اسمه بروف ريدنج. في جملتين عندي هنا اختياري، تعالوا نحلهم مع بعض. بيقول an essay is not، هل هو series of sentences about one main point ولا series of paragraphs about one main idea or point ولا the sentence that expresses the main point ولا an excellent way to get a lot of information down on paper. وأسمع زياد. Number two. صح، هو مجموعة من الباراجرافس بيتكلموا عن فكرة واحدة. أشكرك. طيب يا مريم، how many paragraphs should you have in your essay؟ ثواني. ماشي. دي it doesn't really matter. بص يا اولاد، نفس اللي عملناه او نفس اللي قلناه على الباراجراف، ان الجمل عددها يعني ممكن يتفاوت، يعني فمش مهم قوي كام بالظبط. ده هنقوله برضو على الايسي. It doesn't really matter how many paragraphs، بدل جمل paragraphs. بس الايسي المظبوط لازم يحتوي على من 3 لـ 5 paragraphs على الاقل، ده المثالي يعني. لكن لو زادوا او كتروا عن كده مفيش مشكله عادي. خلاص. النوع ده من الاسئله مش موجود غير كان في المعاصر، ما حدش من الكتب الثانيه كان بيتكلم على حته how many sentence او how many paragraphs دي، وما كانش حد برضه بيلعب على حته doesn't really matter. فلو هي موجوده في الاختيارات ماشي، لو هي مش موجوده في الاختيارات خلينا نروح نختار الحاجه اللي هي المثاليه، اللي هي من 3 لـ 5 باراجرافات او من 3 لـ 5 جمل في الباراجراف الواحد. ماشي. في حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ احنا خلصنا الباراجراف والايسي، في مشكله؟ في حاجه ده عايز حاجه؟ يا سمير، هي فوق كان مكتوب ان هو احنا بنجيب المقدمه بعد الخاتمه، انا مش فاهمه الحته دي كويس. دي في تسلسل الكتابه بتاعتك انت، يعني في تسلسل كتابه افكارك. ابتدي الاول تكتبي البادي، وبعد ما تخلصيه اكتبي الخاتمه اللي هي عباره عن تلخيص للبادي، يعني تلخصي افكارك تاني. وبعد ما تخلصيهم كلهم روحي ارجعي اكتبي المقدمه في الاول براحتك، يعني اكتبي المقدمه بطريقه عامه. دي يعني دي حاجة اللي هو بيستخدمها اللي بيكتب، أو يعني يعني مثالية، بس ما حدش بيعمل كده قوي يعني. لكن أنا بكتب الإستي نفسه بيبقى بالترتيب الكلام، الخطوات دي كلها دي في أفكارك، دي في ترتيب أفكارك أو في المسودة بتاعتك. لكن طبعا التركيب اللي بيظهر للناس كون الانترودكشن في الأول طبعا. تمام، شكرا يا مستر. عفوا. طيب لو ما حدش عنده فيكم أسئلة تاني ممكن ندخل بعدها على الإيميل. حد تعب؟ حد فقد التركيز؟ هو احنا هيكون عندنا باراجراف أو إيسي في الامتحان؟ مش تكتبيه بنفسك، هتحليه اختياري. أنا اتكلمت في بداية الحصة، ومين اللي بيسأل؟ أميرة؟ أيوه. انا كنت اتكلمت قبل ما انت تدخلي ان النظام الجديد بتاعنا كله اختياري، فكل طريقه الاسئله هي عن الحاجات المعلومات النظري اللي انا بشرحها دي،
بيسألني بيقول لي مثلا أعمل إيه في الحاجة الفلانية، أكتب إيه في الحتة الفلانية وهكذا، مش بيقول لي اكتب أنت حاجة. طيب الحمد بص، لله. مش الحمد لله، ده زمان طريقة الكتابة دي كانت أحلى، بس يعني إن شاء الله خير، يعني كده كده هنبقى كويسين. ركزوا معايا كده في شكل الإيميل. لو في حد منكم بيبعت إيميل أو شاف حتى إيميل قبل كده هيلاقي حاجات أساسية. إيه هي؟ أول سطر فوق خالص هنا على الشمال بيبقى اسمه to، وبعدها نقطتين. السطر اللي بعده بيبقى اسمه from، والسطر اللي بعده بيبقى اسمه subject. بعدها بيبتدي الجزء بتاع الإيميل نفسه أو البادي بتاع الإيميل نفسه من أول هنا كده، وينزل ويكمل يكمل يكمل لحد الإيميل ما يخلص. في النهاية بيلاقي هنا في من تحت كده ختام زي مثلا yours معرفش فلان، أو yours ماشي خليها yours فلان مثلا، دي كنوع من القفل كده يعني، مع تحياتي أنا فلان وخلاص. طيب كده ده الشكل بتاع الإيميل العام كده. بالنسبة لتو، تو يعني إلى، صح؟ دي بكتب فيها الإيميل أدريس بتاع مين؟ بتاع الشخص المستلم، المستلم اللي هو اسمه recipient. recipient يعني مستلم، فتو بكتب فيها ايميل ادريس بتاع recipient. خدوا بالكم احنا طول ما احنا في الايميل ما بنكتبش الاسم بتاعه، لا احنا بنكتب الايميل ادريس بتاعه. طب from ده بتكتب الايميل بتاعك انت، او بتكتب الايميل ادريس بتاع الشخص السندر المرسل، يبقى الفروم بتاع المرسل والتو بتاع الريسيبيانت. السبجكت بتكتب عنوان الموضوع بتاعك، التوبيك بتاع مين؟ بتاع الايسي انا، بتاع الايميل. انا باعت ايميل مثلا لشركه طالب وظيفه، فاكتب في التوبيك مثلا applying for a job، او اكتب اسم الوظيفه اللي انا عايز اقدم عليها. باعت ايميل لواحد صاحبي احكي له على رحله، اكتب التوبيك بتاعي الرحله الفلانيه. ماشي. بعدها بدخل على الجزء او البادي بتاع الايميل بتاعي، وهنا هيبقى الشرح كله. ان انا الايميل عندي نوعين، هما مين؟ في ايميل فورمال وفي ايميل انفورمال. الفورمال ده ايميل بيبقى رايح لشركات او رايح لناس ما فيش علاقه تجمعني بيهم علاقه قريبه، ومش صحابي مش قرايبي، فالتعامل بتاعي معاهم بيكون رسمي. الانفورمال لو حد انا اعرفه علاقه شخصيه بي، يبقى غير رسمي. طيب نركز مع بعض عشان نفهم ايه الفرق ما بينهم في البداية أو الدخلة بتاعت الإيميل، وفي الخاتمة بتاعت الإيميل، وفي طريقة الكلام جوه الإيميل. دول الاختلافات الأساسية، ودول هو كل اللي أنت هتذكروه في الإيميل، هم الحتة دي. نجرب اللون ده كده. في الإيميل الفورمال بيبتدي ب Dear Sir أو Dear Madam أو Dear Mr. مثلا أو Miss. ليه أنا بستعمل الصيغ دي؟ لأن أنا اللي بكلمه ده حد أنا ماليش علاقة بيه، فلازم أحتفظ بالألقاب، أقول له مستر فلان أو مدام فلانة أو سير فلان أو مس فلانة وهكذا. فدي بداية الفورمال. الانفورمال بقى، أنت لو بتبعت لواحد صاحبك هتقول له مستر فلان؟ لا، هتقول له مثلا دير وبعدها اسم فلانة مثلا، هالة مثلا، أو هتقول له هاي من غير ولا دير ولا زفت، هاي هلو. ادي كده بدايه انفورمال للموضوع بتاعك او للايميل بتاعك. جميل. بالنسبه للخاتمه بقى، بعد ما رغيت في الايميل الفورمال عايز اقفل واقول له يلا مع السلامه. هنا في الفورمال بستعمل تعبير اسمه yours sincerely. yours sincerely معناها مع خالص تحياتي، أو yours faithfully. faithfully برضو نفس المعنى تقريبا.
ما بستعملش زي الفورمال، ما ينفعش اقول له باي، هو مش صاحبي عشان اقول له باي، ولا اقول له سي يو سون ولا سي يو ليتر، لا دول استعملهم فين؟ في الانفورمال مع صاحبي. زيها برضو بيست ويشز، بيست ويشز ممكن تبقى موجودة في الفورمال عادي مع أطيب التمنيات تنفع، لكن هنا بستعمل الحاجات اللي هي اللي أنا بستعملها بشكل ودي كده، باي باي، أشوفك بعدين، ابقى ابعت لي كلام فاضي منك. ده بالنسبة للقفلة. فاضل بالنسبة للي جوه الإيميل. اللي جوه الإيميل طبعا على حسب الموضوع اللي أنت بتتكلم عنه، ولكن الفورمال قال لك لازم تاخد بالك ان ما يكونش فيه no abbreviation. abbreviation معناها مفيش اختصارات. يعني ايه اختصارات؟ يعني ما ينفعش تكتب I am بالشكل ده، لا لازم تكتبها I am. ما ينفعش تكتب isn't اللي هي not بالشكل ده، لا لازم تكتبها كلمة كاملة. فده اللي هو الابريفيشن او الاختصار. عشان تكتب ايميل فورمال وتبعته لشركة مثلا، لازم تراعي انك ما تعملش الاختصارات دي، عشان اللغة الانجليزية الرسمية لازم تكتب الكلمة كاملة. دي اول حاجة. تاني حاجة، ما بتستعملش فيها سلانج. يعني ايه سلانج؟ عارفين الكلام الشعبي اللي احنا بنقوله، يعني اقول لك ماشي قشطة يلا، ما اعرفش، لا عم فكك من الموضوع ده، لا ما كلام من ده، او ما تهبطش في الكلام، ما تهريش. اللي انا بقوله ده اسمه كلام سلانج، او اسمه حاجات شعبيه او حاجات عاميه. العامي ده بنسميه سلانج. فما ينصحش استعمل في الايميل الفورمال سلانجات خالص. لازم اتكلم كلام مظبوط وفورمال ورسمي ودقيق خالص. عكس في الانفورمال، ينفع اعمل ابريفيشن عادي، ينفع استعمل سلانج عادي، لان الايميل مش مبعوث لحد مهم، مبعوث لحد يعرفني شخصيا، فاهزر معاه واكتب معاه اللي انا عايزه، مفيش مشكله. حتى برضو دي من الحاجه الثالثه، الفورمال لازم تراعي الجرامر رولز مظبوطه جدا، لكن الانفورمال مش مهم، مش لازم تكتب الجرامر رول مظبوطه، لان اللي انت باعت له مش هيمسك عليك غلطه ويقول لك ايه ده اللي انت كاتبه ده عبيط بتكتب هي ار، لا هو مش هيركز معاك في الحاجات دي. لكن اللي انت باعت له، لو انت طالب شركه بتبعت لشركه عشان تشتغل فيها وكاتب له جرامر غلط، هيقول لك ده ما بيعرفش يكتب، يعني شغله يعمل ايه ده. فلازم نراعي الحاجات دي في الفورمال فقط. برضو بالنسبة للفورمال بيكون الكلام مفهوش رغي كتير، بيكون less details، مفيش تفاصيل كتير. انت باعت عشان غرض معين، اوصل للغرض بتاعك straight to the point، يعني انجز وما ترغيش كتير، مع ان اللي بيقرأ ما بيبقاش فاضي للرغي بتاعك ويمل ويتضايق وكده. وقلنا على المقدمة، وقلنا ان احنا ما بنستعملش abbreviation او contraction. كلمة abbreviation ممكن يقول لك تلاقيها مسماة contraction، من contract كده، contraction يعني انقباضات او اختصارات. برضو من الحاجات اللي ما تستعملهاش فعل الامر، الامبيراتيف. ما تستعملش فعل امر في الفورمال، لان يعني انت تتكلم مع حد مالكش علاقه بيه ما تأمروش بحاجه، انت بتتكلم معاه بشكل مهذب، ممكن بعد اذنك تعمل كذا، لكن فعل الامر اللي هو بيبتدي بمصدر الفعل ده ما تستعملوش. والخاتمه زي ما قلنا yours sincerely yours faithfully وbest wishes وممكن thank you وممكن best regards والحاجات دي. في الانفورمال زي ما قلنا ممكن تتكلم وترغي براحتك عادي، ممكن تستعمل سلانج عادي، ممكن تعمل اللي انت عايزه وتنهي بالحاجات دي وخلاص. دي كل المواصفات بتاعت الايميل. فيها حاجة صعبة يا ولاد؟ حد يا ريت فيكم؟ تقول لنا يعني بعد ما نخلص نذاكر ازاي الحاجات دي. حاضر. أميرة أنت لسه عندك الشاشة بايظة ولا كويسة؟ لا بقيت تمام. تمام. حد فيكم يا أولاد فاكر حافظ الإيميل بتاعه؟ أنا قوليهولي كده.
أميرة 2005. ايوه اللي هي ات و اه جيميل اه كوم. جيميل تمام دوت كوم. ماشي اشكرك. بصوا بقى عشان اللي ما يعرفش، لازم الايميل بتاعي يكون بيتكون من الحاجات دي اللي هي ايه؟ اول حاجه علامه الات، دي اساسيه جدا، ما ينفعش الايميل من غيرها. تاني حاجه الجزء اللي قبل الات والجزء اللي بعد الات وقبل الدوت كوم، او كل ده على بعضه اللي بعد الات. الجزء اللي قبل الات ده لو لاحظته في اسم أميرة، ما ده اسمها، يبقى ده اسمه يوزر نيم. ماشي، اسم الشخص، اسم الاول والثاني، او الاسم الاول والاخير، اسم ورقم، كل ده بنسميه يوزر نيم. اللي بعد علامة الات ده بنسميه دومين نيم، ومش مهم يعني ايه دومين دلوقتي، اللي هو مقدم الخدمة. هنا مقدم الخدمة هو جوجل، وجوجل مسميها جيميل دوت كوم، فده الدومين بتاعه، فبقى أميرة تابعة لجيميل دوت كوم. ماشي، فده الدومين نيم. دي مكونات الإيميل اللي لازم تبقى موجودة، يوزر نيم ات ودومين نيم. برضو بيبقى موضع أسئلة بالكلام اللي هو اللي أنا كاتبه بالأحمر ده، فلازم تبقوا عارفينه. طيب عشان افتح الايميل بتاعي واقرا الرسائل بتاعتي بعمل ايه؟ بعمل ساين ان، صح؟ زي الفيسبوك كده، بعمل ساين بان بايه؟ بيوزر نيم اللي هو ممكن يكون الايميل بتاعي كله، وباسورد، مش كده؟ لما تعمل ساين ان في اي حته لازم تستعمل الاثنين دول، فبرضه ابقى عارفهم، يوزر نيم وباسورد. بس دي كل حاجه تخص الايميل وتخص درس النهارده. حد عايزني أوضح حاجة تاني؟ هقول لك تذاكر إزاي، بس في حاجة غير كده؟ هو انت طبعا حاطط اسمه ده بي دي اف يا مستر بعد الشرح ده ولا ايه؟ ما هقول لك حاجة. بص يا ولد، أنا شرحت من البي دي اف بتاع الكتاب بتاع المعاصر بتاع السنة اللي فاتت، ممكن لو عايزين أبعته لكم. وانتوا لما تشتروا الكتاب احنا هنجيب الكتاب بتاع جيم بتاع اسمه ذا ماستر كورس، ده اسمه كتاب المهارات. هتروح المكتبه تقول له عايز كتاب المهارات بتاع جيم بتاع ثالثه سنه. هتلاقي برضه في شرح اللي انا شرحه، بس انا شارح بتفاصيل اكبر من اللي موجوده في جيم، وانصحكم تذاكروا التفاصيل اللي احنا شرحناهم دي. هذاكرهم ازاي طيب؟ ادي مثلا الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه مع بعض، هجيبه من اوله كده اهو. بيتكلم عن الباراجراف، هقرا الكلام هلاقي نفسي كله سمعته في الشرح، هركز على الكلمات المصطلحات اللي بالانجليزي. يعني بيقول لك ان الباراجراف هو سيريس اوف سنتنسز، ده موضوع سؤال، مجموعه من الجمل بتتكلم عن سبيسيفيك سبجكت، موضوع واحد محدد، وهكذا. بالطريقه دي احدد واركز على الكلمات، كلمه اندنت او indented line على بعضها لازم افهم معناها كويس، ولازم احفظ الشكل ده بتاعها عشان لما تجيني بعدها هيدخلني على الخصائص، لازم افهم زي احنا فهمنا يعني ايه كل واحدة منهم. اقرا اللي مكتوب فيها، تلاقي مثال مثلا على الحاجة بيوضح لك الفكرة وخلاص. لو كاتب لك كلمة مرادفة لكلمة unity مثلا زي oneness، one وبعدها ness معناها احدية، اخد بالي من الكلمة اعرفها عشان لو ما استعملش كلمة يونيتي واستعمل ونس ابقى فاهم مثلا. وهكذا، ادي الكوهيرنس نفس الفكرة. طيب دخل بعد كده على الاجزاء، التوبيك سنتنس والسبورتنج سنتنس والكونكلودنج سنتنس. هقرا الكلام هلاقي نفسي فاهمه. ادي اعطاكم انواع من الاسئلة، كاتبها لكم في صورة سؤال وجواب، نديكم الافكار في صورة سؤال وجواب، اركز فيهم عشان لو جبهم الاختيارات ابقى انا عارف ان الاجابه المفروض تكون كذا. وانس ان انا فاهمهم وفاهم معنى الكلمات بالانجليزي، مش هيبقى انا محتاج احفظ جمل. انتوا فاكرين ان انتوا هتحفظوا الاربع خمس ست صفحات كلهم؟ لا، انا مش هحفظهم كلهم، انا هعرف الكلمات معناها ايه وانا فهمت الفكره بالعربي، فبالتالي ببساطه هعمل احل عادي. يعني السؤال الأخير ده، how do I write a topic sentence؟ قال لك اعمل summarize، لخص الفكرة الأصلية بتاعتك واكتبها،
واعمل كلير او كون كلير، خليك واضح الباراجراف بتاعك هيبقى about ايه. about يعني عن، يبقى انت وضح انت هتتكلم عن ايه. ده اللي احنا قلنا بالعربي، فكرة واضحة انا هتكلم عن كذا. فانا مدام فاهم يعني ايه clear وفاهم يعني ايه will be about، خلاص هلاقي الجملة هفهمها اختر. وانتوا حليتوا معايا جملتين من شوية وجاوبتهم صح، وهكذا. في بعد كده الكلمات اللي انا قلت لكم عليها اجيب لكم شكلهم. اهو فاكرين الكلمات اللي احنا قلناها عشان بنستعملها في الكوهيرنس، اللي هي زي كده كلمات بتعبر عن الإضافة والعطف، addition in addition to more over further more. يسألني عليهم ازاي دول، يجيب لك كلمة منهم ويقول لك دي بتستخدم أو تعتبر من أمثلة إيه. هل هي أمثلة الaddition ولا الcomparison المقارنة، ولا مثلا السيكونس أو الأوردر، ولا الكونتراست اللي هو التناقض. فأنت تبقى من معناها حتى هي معناها بالإضافة إلى، تقول لي مقارنة لا غلط، معناها بالإضافة إلى يبقى إضافة. طيب هنا معناها أيضا also، أو معناها to، يبقى مثلا أنت بتضيف حاجة على حاجة أو بتقارن حاجة مع حاجة. طيب معناها but أو ولكن، يبقى ده في تناقض وش، وهكذا. في كلمات برضو بنستعملها في الconclusion، في ناس منكم كانت بتحفظ الconclusion حفظ زمان، فهيلاقي في كلمات عارفها اللي هي زي in conclusion أو to sum up مثلا، to summarize، حاجات زي دي برضو ممكن يجيب لك منهم. ابتدي conclusion بأنهي كلمة من دول، ويجيب لك واحدة من دول واحدة من التانيين، هتبقى فاهم وتختار مين. التسلسل الزمني حصل كذا وبعدين كذا، هتلاقيهم كلهم كلمات مش صعبة، سهلين جدا، next و later وحاجات كده، مجرد بس ما أنا فاهم معناهم هعرف إن هم بيتكلموا عن تسلسل. سبب ونتيجة، as a result، because، then، so، حاجات سهلة، وفيها تلاقي كم كلمة منهم جديدة، هي دي بس اللي أنت هتبقى بتحفظها. وفي برضو كم مثال كده موجودين في البي دي اف، وفي أمثلة أكتر في الواجب اللي إحنا هناخد واجب. وهكذا هتخش على الإساي، هتلاقي المعلومات بقت أقل لأن كل حاجة من اللي فوق مكررة، والإيميل مفهوش غير اللي إحنا شرحناهم وخلاص. ما أعتقدش يا جماعة إن أنتوا يعني بتطمنوا، يعني أنتوا دلوقتي مستصعبين الدنيا، بس بعد شوية هتلاقوا الموضوع بقى سهل خلاص، حلينا عليها إنف وبقينا كويسين، فمش أزمة كبيرة يعني، فما تخافوش. الواجب بتاعنا هتلاقوا في الكتاب لما تجيبوه، أنا ممكن أبعت لكم صفحات الواجب بتاعكم، بس هنحل على الأجزاء اللي إحنا لسه شارحينها دي كلها. وممكن كمان ما اكتفيش في الكتاب وأبعت لكم بي دي إف تاني، عشان الكتاب أسئلته قليلة، صفحتين تقريبا على كل جزء، فأسئلته قليلة قوي، فأنا أبعت لكم بي دي إف تاني عشان نحل كتير. احنا عندنا وقت ومش بنذاكر قاعدة ولا حاجة، فعندنا وقت، وكتر الحل هو اللي بيظبط الحتة دي، عشان لو القراية بس تلاقي نفسك بتنساهم، حل مرة اتنين وتلاتة. يعني انا الكلام ده هم قالوا لنا عليه ان هو مقرر قبلها بشهرين، قبل الامتحان بشهرين، طول الشهرين دول انا بحل الاسئلة مع زمايلكم هي هي، فانا ما كنتش بشرح الكلام ده قبل كده. بمجرد ما قعدت احلهم مع زمايلكم طول الشهرين، بقيت انا نفسي حافظ الكلام كله، اللي هو يعني حافظ الشرح بتفاصيله، اللي انت مش مطالب انك تعمل كده، بس ان الحل هتلاقي نفسك وصلت للمرحله دي، فهتلاقي الدنيا سهله. عشان كده احنا بادئينه بدري، وعشان كده هقضيها طول السنه معاكم، كل ما ناخد حاجه وكل ما نحل امتحان اجيب لكم اسئله على الحاجات دي بالنظام ده عشان تتعودوا عليه. المره الجايه هشرح punctuation، ودي ممكن تبقى اغلس، بس برضو هتيجي بالتكرار، فيعني واحدة واحدة مع بعض هنلاقي الدنيا حلوة. حد عايز يسألني على حاجة؟ ما فهمتش برضو يا مستر، هنذاكر ازاي؟ من ايه دي بقى؟ يعني ايه بقى؟ يعني ايه بقى؟ يعني ايه بتكلم حاليا يعني؟ ايه؟ يعني ايه؟ ما فهمتش على الحصة دي هنذاكرها ازاي؟ يعني مثلا في شرح هيتبعت لنا ولا حاجة، ولا في ايه؟ البي دي اف اللي انا كنت بقرا منه ده هبعته لكم، والكتاب هيبقى فيه نفس الكلام، فانت هتقراهم تاني وهتركز في المصطلحات الانجليزي وتفهم وتفتكر الكلام اللي فهمته معايا في الحصه وخلاص. بس هتذاكر ازاي؟ ما انا قلت ما فيش حاجه غير كده،
وحل حل عليهم كتير، هتلاقي الدنيا سبتت معاك اكتر. يا جماعة في حد عنده مشكلة تاني؟ طيب لو مفيش حاجة خلاص اتفضلوا، تصبحوا على خير، وانا معاكم مع الجروب اللي عايز يسألني على حاجة.